قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه دون ومراته موني، وبنعرف انهم متجوزين من مدة وحياتهم سعيدة جدا ومستقرة، وكمان حالتهم المادية كويسة، وبيكون عندهم بنت اسمها اليسون وولد اسمه اندرو. وبنعرف ان موني هي اللي مسيطرة في الاسرة وبيتمشي كلامها على الكل، لكنها بتكون مهووسة جدا بالنظام لدرجة انها بتحدد وقت كل حاجة في البيت حتى الاكل والنوم، وكمان الوقت اللي بتتكلم فيه مع جوزها دون. لكن مع الوقت بيبدأ يحس دون بالزهق، وبدأت العلاقة بينهم تكون سطحية جدا ومش كويسة. وموني كانت بتربي اولادها على السيطره زيهم، وبتقول لهم ان هم لازم يكسبوا اي حاجه يدخلوا فيها ويكونوا افضل من اولاد الجيران بتوعهم، وبتقول لهم ان هم لو ما تفوقوش عليهم هتعاقبهم بنفسها. وبنعرف ان دون شغال مدير لشركه اساس كبيره جدا، وبتكون الشركه دي والد موني هو اللي اسسها بفلوسه، يعني كل حاجه تحت سيطرتها كمان في الشغل. وفي يوم بتكون الشركه محتاجه موظفين جداد، وبعد ما الشركه بتعمل اعلان في التلفزيون بيتقدم كذا واحد ومنهم واحده اسمها داستي، وبتروح عشان تعمل مقابله مع دون. ودون اول ما بيشوفها بيكون معجب بها جدا، وبيعرف انها اول مره تشتغل في المجال ده وما عندهاش خبره في اي شركه، وبيكون متردد ان هو يشغلها. لكن صديقه ليز بيقنعه ان هو يوافق عليها، وبيطلب منه يعينها بدل ما الشركه كلها رجاله، وفعلا بيعينها دون بمرتب كبير جدا. وبعد ما بيروح دون البيت بتعرفه موني ان عيلتها جايين عشان يحضروا عيد ميلاد ابنهم اندرو، وبتطلب منه يقص العشب بتاع الجنينه بنفسه، فبيضطر دون ان هو يعمل كده غصب عنه. وبتسأل بعدها موني عن الموظف الجديد اللي كانوا محتاجينه في الشركه، فبيقولها ان هم عينوا واحد اسمه داستي، ومش بيقولها ان هو بنت. ولما بتساله عن خبرته في الشغل بيكذب عليها، وبيقولها ان هو كان شغال في كذا شركه كبيره وان هو هيفيد الشركه جدا. ومع الوقت بيبدا دون يحس بالملل، وبيكون متضايق جدا من الروتين بتاع موني، لكنه بيكون مش عارف يتصرف ازاي معاها. وتاني يوم بيروح دون الشركه وبيقابل داستي، واللي بتكون فرحانه جدا لانها عملت اول صفقه ليها في الشغل، وبتحضنه وبتحتفل معاه. بنلاحظ ان هي بتحاول تقرب اكتر منه. ولما بيرجع دون البيت بيقرر ان هو يكسر الروتين ويقرب اكتر من الموظفه داستي، وفعلا العلاقه بينهم بتتطور وبيقربوا اكتر من بعض، وبيتقابلوا كتير في الشركه وكمان بعد الشغل. وعشان كده علاقته مع مراته بتكون سطحيه اكتر، والاهتمام بيقل ما بينهم. وفي يوم بعد ما بيروح دون البيت بيغلط قدام مراته، وبتعرف ان داستي اللي وظفوها في الشغل تبقى بنت ومش راجل، فبتتضايق موني جدا منه لانه كذب عليها، فبيقول لها ان هو ما كانش عايز يقول لها لانه عارف ان هي بتغير عليه جدا. فبتقرر موني ان هي تروح معاه الشغل عشان تشوف الموظفه الجديده بنفسها. وفعلا بتروح معاه تاني يوم وبتقابل داستي، وبتلاحظ انها جميله وبتحاول تتكلم كتير مع جوزها، وبتقرر ان هي تفضل معاه طول اليوم. وبعد ما الشغل بيخلص بتفضل موني تتخانق معاه، وبتقوله ان هي هتروح البيت وبتطلب منه يبات بره البيت النهارده عشان مش عايزه تشوفه. وبعدها بيضطر دون ان هو يبات لوحده في الشركه. ولما بتعرف داستي ان هو هيبات في الشركه بسبب مشاكل بينه وبين مراته، بترجع بعد ما الموظفين كلهم يمشوا عشان تدخل الشركه وتقرب من دون اكتر وبتبات معاه. وبعدها العلاقه بين دون ومراته بتكون اسوأ من الاول، وبيبدا دون ان هو يهتم بنفسه اكتر عشان داستي تعجب بيه، وبيخبي على مراته وعلاقته بيها. وفي يوم بيعمل دون حفله هو ومراته في البيت، وبيتفاجئ ان داستي جايه الحفله مع ليس صديقه على الرغم ان هو ما عزمهاش. وبتشك موني اكتر في دون بسبب طريقه كلامه مع داستي، وبتكون متضايقه منها جدا. ولما بتدخل داستي وراه دون بيقول لها ان هما لازم يبعدوا عن بعض الفتره الجايه، لان مراته بدات تلاحظ ان في حاجه ما بينهم. لكن المفاجاه ان داستي بتقول له ان هي حامل منه، فبينصدم دون من الخبر لانه عارف اللي ممكن يحصل له لو مراته عرفت. ولما بيطلب منها تنزل الطفل مش بتوافق. وبعدها بيروح دون يقابل ليس صديقه، وبيحكي له على كل اللي حصل مع داستي، وبيساله يتصرف ازاي، وبيقول له ان لو مراته موني عرفت اللي حصل ممكن تطلب الطلاق وتاخد الاطفال وتاخد الفلوس كمان، وبعدها تطرده من الشركه. وبنعرف ان الشركه باسمها هي وابوها، وان دون مجرد مدير، فبيقول له ليس ان هو ممكن يدي لها فلوس مقابل ان هي تنزل الطفل وتخرج من حياته للابد، وبيقول له ان هي اكيد مش بتحبه وان هي بتحاول تبتزه. وبيكون دون متردد في الاول لكنه بيوافق على اقتراحه. وبعدها بنكتشف ان كلام ليس طلع فعلا حقيقي، وبنكتشف ان داستي شغاله مع واحد اسمه ميرفي، وهو اللي خلاها تقدم على الوظيفه في الشركه عشان تضحك على دون وتستغله، وده بعد ما شاف الاعلان
الكلام في التلفزيون، وبدأ هو ورجالته ان هما يراقبوا دون ومراته عشان يعرفوا عنهم كل حاجة، وبيعرفوا عايشين فين وبيعرفوا كل حاجة عن الشركة. وتاني يوم بيقابل دون داستي في الشركة وبيعرض عليها 10,000 دولار مقابل ان هي تنهي علاقته بيه للأبد، لكن داستي بترفض ان هي تاخد الفلوس وبتقوله وهي بتعيط ان هي بتحبه وبتتضايق لانه بيعاملها المعاملة دي وبتمشي. ودون بيكون محتار ومش عارف يتصرف ازاي، وبيكون حاسس بالذنب وبيحس ان هي فعلا بتحبه. وبيروح بعدها عشان يقعد مع ليس وبيحكي له كل اللي حصل، وبيقول له ان هو متضايق لانه اتصرف كده مع داستي. فبيقول له ليس ان هي اكيد عملت كده عشان تاخد فلوس اكتر وانها مش بتحبه ولا حاجه، وبيطلب منه يجمع مبلغ اكبر ويديهولها. لكن دون بيقول له ان هو مش معاه فلوس تانية لان الفلوس كلها بتكون تحت تصرف موني. فبيقترح عليه ليس ان هو يقول كل حاجه لمراته قبل ما داستي تقول لها، لكن دون مش بيوافق. فبيقول له ليس ان ده الحل الوحيد عشان مراته تسامحه وما تاخدش منه الاولاد ولا الشركه، لانها لو عرفت لوحدها اكيد هتطلب منه الطلاق. ولما بترجع داستي لميرفي وبتقول له عن اللي حصل وان دون عرض عليها 10,000 دولار، لكن ميرفي بيتضايق منها جدا وبيقول لها ان ده مبلغ صغير، وبيقول لها تطلب منه 30,000 دولار والا هتفضحه. وبيكون دون مفيش قدامه اي حل تاني غير ان هو يعترف لمراته. وفعلا بيروح بالليل لمراته وبيحكي لها عن اللي حصل، وبيقول لها عن علاقته بداستي وان هي حامل، وبيعتذر لها وبيقول لها ان هو ندمان على اللي عمله، وبيكون خايف جدا من رد فعلها. لكن المفاجأة ان موني بتكون هادية جدا وبتتكلم معاه بكل برود، وبتسأله لو كان لسه بيحبها ولا عايزهم يتطلقوا. فبيقول لها دون ان هو طبعا لسه بيحبها وبيحب الاولاد. وساعتها بتنفجر موني وبتقول له ان لازم البنت دي تتخلص من الطفل فورا. فبيقول لها دون وهو خايف ان هي رافضة تعمل كده، وبيطلب منها تهدى وتفكر معاه في حل تاني. وساعتها بتنفجر موني تاني من الغضب وبتقول له بعدها بكل هدوء ان هو لازم يخلص على داستي، وبكده محدش هيعرف اي حاجة عن اللي حصل وحياته هتبقى تمام. ودون بيكون متفاجئ جدا من رد موني وبيعتقد ان هي بتهزر، وبعد ما بيفهم ان هي بتتكلم جد بيقول لها ان هو مستحيل يعمل كده. وساعتها بيطلب ميرفي من داستي ان هي تتصل بدون فورا عشان تطلب منه المبلغ، وفعلا بتتصل بيه وقت ما كان بيحكي لموني عن اللي حصل. فبتقول له موني يرد عليها ويفتح السبيكر، فبتقول له داستي ان هي فكرت في كلامه وان هي موافقه تاخد الفلوس، لا تطلب منه 30,000 دولار والا هتفضحه. فبتقول له موني يقبل العرض، وبيتفقوا على الميعاد اللي هيتقابلوا فيه. وبعد ما بتقفل الاتصال بتقول له موني ان هو لازما يخلص على داستي لان دي مش هتكون المره الاخيره اللي هتطلب منه فلوس، وبتقول له ان هو لازم يعمل كده والا هتسيبه هي والاولاد. وبيبقى دون محتار ازاي هيعمل كده، لاما هيخسر عيلته. وتاني يوم بتدي موني لدون سم عشان يخلص على داستي لما يقابلها، ولما بتشوفه خايف بتتضايق منه جدا وبتقول له ان هو لازما يخلص على اي حد يفكر يدمر اسرتهم. وبيبقى دون مفيش قدامه اي حل تاني وبيوافق ان هو يخلص عليها. وبيتفق مع داستي عشان يقابلها في الشركه، وهناك بيدي لداستي المشروب اللي فيه السم. وبعد ما بتشرب داستي بتحس ان هي تعبانه جدا وبتفهم ان دون حط لها حاجه في المشروب، وبتحاول ان هي تهرب لكنها مش بتقدر وبتقع على الارض. وبعدها بتظهر موني وبتخلي دون يحطها في شنطه العربيه، وبعدها بياخدوها للبيت. ودون بيكون مرعوب جدا، واول ما بيفتحوا الشنطه بيتفاجئوا ان داستي لسه عايشه. فبتضحك موني بشكل هستيري وبتطلب منه ان هو يخلص عليها باستخدام الشاكوش، لكن دون بيكون خايف جدا ومش بيقدر ان هو يعمل كده. فبتاخد منه الشاكوش وبتضرب داستي على دماغها لحد ما بتخلص عليها. وبعدها بتطلع الجثه من العربيه وبتحطها على ترابيزه، وبتجيب صاروخ وبتبدا ان هي تقطع داستي بكل برود. ودون بيكون تعبان جدا ومش قادر يشوف اللي بيحصل. وبعد ما بتطلع موني بتطلب منه ان هو ياخد الجثه ويدفنها في اي مكان. وبالليل ميرفي بيلاحظ ان داستي اتاخرت عليه بالفلوس وبيسال رجالته عنها. وتاني يوم ميرفي ورجالته بيهاجموا ليس وبيضربوه، ولما بيروح دون الشركه بيعرف اللي حصل وبيعرف ان في حد ضرب ليس وسرقه. والشرطه بتكون مش عارفه مين اللي عمل كده، ودون مش بيقول لهم على اي حاجه. وبعدها بيقول دون لليس ان هو عمل بنصيحته وقال لمراته على اللي حصل وانها سامحته وطلبت منه ما يقربش من داستي تاني وهو وافق. وبيضطر دون ان هو يكذب على ليس عشان ما يكونش في اي حاجه ضده. وتاني يوم بيشوف دون واحد واقف مع ابنه اندرو واللي بيكون ميرفي، ولما بيجري عليه اندرو بيلاقيه سايب له معاه موبايل ورساله، وبيكون مكتوب فيها ان هو عايز يقابله عشان يعرف مكان داستي. وبيكتشف ان هما كانوا بيراقبوا عيلته كلها. ولما بيدخل بيحكي لمراته عن اللي حصل، فبتقول له موني ان هي راقبت داستي قبل كده وعارفه هي عايشه فين، وبتقول له ان ممكن يكون الشخص ده عايش معاها، وبتقول له ان هو لازما يوافق يقابله ويعرف اللي هو عايزه. وفعلا بيروح دون وبيقابل ميرفي وبيساله ميرفي عن مكان داستي، فبيقول له دون ان هو ادالها الفلوس وما يعرفش هي فين. وبيقدر دون فعلا يخليه يصدقه ويعتقد
ان داستي هربت ومعها الفلوس، وبعدها بيهدد دون وبيقول له ان هو محتاج 30,000 غيرهم والا هيخلص على مراته واولاده. ولما بيخرج دون بيحكي لمراته على اللي حصل، فبتقول له ان هي عندها خطه تانية. وبالليل بيتصل دون على ميرفي وبيتفق معاه عشان يقابله عشان يديله الفلوس، وبتكون دي خطه مونيا عشان تخليهم يخرجوا من البيت ويكون فاضي. وبتكون الخطه بتاعتها ان هي تدخل البيت بتاع ميرفي وتحط اجزاء من جثه داستي في البيت عشان يلبس القضيه. لكن بعد ما بتدخل بيوصل واحد من العصابه وبيكون معاه صديقته، ولما بيشوفهم دون بيحاول ان هو يتصل بيها لكن تليفونها بيكون في العربيه. واول ما بيدخل وبيلاقي موني بتضطر ان هي تخلص عليهم هما الاثنين. وبعدها بتطلع موني من البيت وبيكون الدم على وشها، ولما بتركب العربيه بتطلع موبايل سري وبتتصل بالشرطه وبتقول لهم ان هي سامعه اصوات غريبه جايه من بيت جارهم، وبتديهم العنوان بتاع ميرفي. وصديق ميرفي بيكون لسه عايش وبيتصل بيه وبيعرفه على اللي مرات دون عملته. ولما بيرجع ميرفي البيت بيشوف جثه صاحبه وبيلاقي اجزاء من جثه داستي في الثلاجه، وساعتها بيفهم ان موني هي اللي عملت كده. وقبل ما تدخل الشرطه البيت بيقدر ميرفي ان هو يهرب من تحت البيت، والشرطه مش بتقدر ان هي تقبض عليه. وبالليل دون بيكون مستغرب جدا من تصرفات مراته وبيسالها عن ماضيها مع اهلها، وبيعتقد ان هي حصل لها حاجه غريبه وهي صغيره عشان كده بتتصرف بكل برود. لكن فجاه موني بتعيط وبتقول له ان اهلها كانوا دايما كويسين معاها وان عمرهم ما عملوها معامله وحشه، وبتقول له لو فتح الموضوع تاني هتخلص عليه هو كمان زي ما عملت مع داستي. فبيخاف دون جدا وبيكون مجبر ان هو ينفذ كل اوامر موني بعد ما شاف اللي هي تقدر تعمله. وتاني يوم الشرطه بتوصل لدون وبيقول له على اللي حصل للموظفه بتاعته، وبيقول له ان هم قدروا يوصلوا لواحد منهم وخلصوا عليه، لكن واحد من العصابه قدر يهرب. وبيساله دون عن اسم الشخص اللي هرب وبيعرف ان هو ميرفي، وبيكون دون خايف جدا ومتوتر. وبيقول له الشرطي ان هو جالهم معلومات ان هو كان بيقابل ميرفي قبل كده، فبيعترف له دون وبيقول له ان هو كان على علاقه مع داستي لكن صديقه اللي اسمه ميرفي طلب منه فلوس عشان ما يقولش لمراته، وبيقول له ان هو قابل ميرفي فعلا عشان يديله الفلوس بس. وفعلا الشرطي بيصدقه وبيقول له ان لو موني كانت عرفت كان زمانها خلصت عليه. وساعتها كلب الجيران بيدخل للجراج بتاع دون، فبتضايق موني جدا وبتاخده وبتديه للجيران، وبتقول لهم ان هو لو دخل هنا تاني هتخلص عليه. والكل بيضحك وبيعتقد ان هي بتهزر. ويوم عيد ميلاد اندرو الكل بيتجمع عشان يحتفلوا سوا، ولما بيدخل دون عشان يفتح الثلاجه بيتفاجئ ان كلب الجيران جواها. ولما بتشوف موني ابنها خسران في اللعبه مع اولاد الجيران بتضايق جدا وبتطلب منه يكون اقوى من كده، ودون بيكون شايف اللي بيحصل ومتضايق. ولما بتلاقي اليسون اخوها اندرو خسران بتتدخل بنفسها عشان تخليه يكسب، وبتكون موني فرحانه بيها جدا وبتشجعها وبتعاملها دايما احسن من اندرو. ولما بيشوف دون اللي بيحصل بيعتقد ان اليسون اول ما تكبر هتكون زي والدتها، فبيقرر ان هو يتصرف بنفسه عشان ينهي الجنان بتاع مراته. وبيدخل الجراج وبيقطع السلوك بتاعت الكهرباء وبيعدل فيها عشان تعمل ماس كهربائي اول ما حد يشغلها، وبعدها بيفتح الغاز وبيملى الجراج كله. وبعدها بيطلب من موني ان هي تدخل الجراج عشان تجيب له حاجه من هناك. وبيطلع دون من البيت وبياخد الاولاد معاه، واول ما موني بتدخل وبتفتح اللمبه بيحصل ماس كهربائي والجراج كله بينفجر وموني جواه. وبيقدر دون ان هو يطلع من البيت وبيقدر اخيرا ان هو يتخلص من موني، وبيعيش هو واولاده حياه سعيده بعد ما ورث كل حاجه وبقت الفلوس كلها تحت تصرفه بعيدا عن القيود بتاعت موني. لكن في النهايه بنشوف ميرفي لسه عايش وبيراقب دون واولاده وهم في بيتهم الجديد وبيمشي وراهم. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.